الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف 5 الابتدائي، نحن الآن في الأسبوع 9، مادة القرآن الكريم، الموضوع تلاوة سورة غافر من آية 82 إلى آية 85. افتح الآيات معي وحاول أن تقرأ حتى تطبق مهارات التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. حبيبي الطالب، بعد سماعك لهذا الدرس مرة ومرتين وثلاث حتى تتقن مهارات التلاوة، بارك الله فيك ووفقك.